أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث أفضل الأعمال في شهر رمضان، شهر شعبان. أفضل الأعمال في شهر شعبان. الحمد لله المنعم المفضل الذي جعل لنا شهر رمضان محطة سنوية تحتضن ليلة القدر وتقرير المصير، وجعل لنا شهر رجب وشهر شعبان مقدمة للوصول إلى أعلى ما يمكن أن يصل إليه كل شخص في شهر رمضان، فيحظى بجائزة العيد التي لم يكن ليحصل عليها لولا هذا الإعداد في شهر رجب وشهر شعبان. انقضى شهر رجب بترنيمته العذبة المحببة: يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر. وأطل شهر الولاية المحمدية شهر شعبان، ونحن على موعد يومي عند زوال مع ترنيمة اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة. مبارك علينا جميعا شهر شعبان ومناسباته. شهر شعبان هو شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأهل البيت من رسول الله صلى الله عليه وآله هم القلب والروح والنفس، هو منهم وهم منه صلى الله عليه وآله. فشهر شعبان الذي هو شهر رسول الله هو شهر أهل البيت، لأنهم سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشهر شعبان الذي هو شهر رسول الله وشهر أهل البيت صلى الله على رسول الله وآله وعلى أهل البيت السلام، شهر شعبان هو شهر الإمام الحسين عليه السلام، لأن الإمام الحسين سلام الله عليه هو قلب أهل البيت ومحورهم وقضية القضية فيهم. الإمام الحسين سلام الله عليه خامس أهل الكساء، والإمام الحسين عليه السلام عشرة أئمة، لأنه إمام وأبو التسعة المعوض بهم من شهادته سلام الله عليه. فالإمام الحسين عليه السلام خامس أهل الكساء، وهو
عشرة أئمة، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: وأنا من حسين. فشهر شعبان شهر الإمام الحسين سلام الله عليه. كل هذه التعابير صحيح، شهر شعبان شهر رسول الله، ألا إن شعبان شهري، وشهر شعبان هو شهر أهل البيت عليهم السلام، وشهر شعبان هو شهر الإمام الحسين سلام الله عليه. ولأن شعبان شهر الإمام الحسين عليه السلام، فقد احتضن هذا الشهر بالإضافة إلى ذكرى مولد الإمام الحسين عليه السلام، احتضن ذكريات مواليد أبي الفضل العباس والإمام السجاد والإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. معنى هذا أن شهر شعبان احتضن ذكريات ومواليد الذين حملوا راية الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء وبعد كربلاء إلى يوم القيامة. أما الإمام السجاد سلام الله عليه، وأقدمه على أبي الفضل العباس بالإذن من أبي الفضل، لأنه لا يرضى غير ذلك. الإمام السجاد سلام الله عليه وارث الحسين والنبيين. الإمام السجاد هو الذي حمل مشروع حفظ آمال الأنبياء جميعا عبر حمله الراية التي كان يحملها أبو الفضل العباس ساقي العطاش. وبهذا أصبح سيد الساجدين الإمام السجاد عليه السلام ساقي العطاش في الدنيا، ليتم تظهير هذا السقي هذا الإرواء في الآخرة. لا يمكن بناء علاقة سليمة بالإمام الحسين سلام الله عليه ما لم تبنى العلاقة الصحيحة بالصحيفة السجادية وبرسالة الحقوق وبكل ما روي عن الإمام السجاد عليه السلام وفي طليعته زيارة أمين الله. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. هذه الزيارة التي جاء من قلب الصحراء، يقول الإمام الباقر عليه السلام: كان الإمام السجاد قد أقام حوالي سنتين في بيت من الشعر في قلب الصحراء، هذا الجو اللي كان بعد كربلاء، وكان يزور النجف وكربلاء. في إحدى زياراته زار أمير المؤمنين سلام الله عليه بزيارة أمين الله. شهر شعبان يحتضن ذكرى الإمام الحسين عليه السلام، ويحتمل ويحتضن ذكرى بناء على رواية ذكرى مولد حامل راية الإمام الحسين عليه السلام بعد كربلاء، وهو الإمام السجاد سيد الساجدين وزين العابدين، الذي ورد في حقه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل الله عز وجل ليقم سيد الساجدين، فإذا بعلي بن الحسين عليه السلام يخطر بين الصفوف. ويحتضن شهر شعبان في اليوم الرابع، في اليوم الثالث ذكرى مولد سيد الشهداء، في اليوم الرابع ذكرى مولد أبي الفضل العباس: أبا الفضل إلا أن تكون له أبا.
وأكتفي هنا على أعتاب باب الحوائج إلى الله تعالى، باب الإمام الحسين سلام الله عليه أبو الفضل، بما نقل عن الفقيه العارف القدوة السيد علي القاضي الذي يقول إنه رأى حقيقة الحال في الدنيا وفي الآخرة. حقيقة الحال ما هي؟ رأى أن الرحمة الواسعة هي الإمام الحسين عليه السلام، يا رحمة الله الواسعة. ولكن من هو باب هذه الرحمة الواسعة؟ باب الرحمة الواسعة كما رأى السيد القاضي القدوة هو أبو الفضل العباس عليه السلام. باب الحوائج أبو الفضل هو باب الرحمة الواسعة، وكفى بذلك مقاما. يعني كل الطلبات التي توجه إلى الإمام الحسين سلام الله عليه هي على ملاك أبو الفضل العباس، لأن الإمام الحسين عليه السلام هو الرحمة الواسعة، وأبو الفضل هو باب هذه الرحمة الواسعة. وأما بقية الله تعالى في الأراضين، الإمام المهدي المنتظر، الطالب بدم المقتول بكربلاء، الطالب بثار ثار الله. أصلا ملفت أنه شهر شعبان يحتضن هذه المناسبات بهذا التسلسل، تسلسل في الثالث من شعبان ذكرى مولد الإمام الحسين سلام الله عليه، في الرابع ذكرى مولد أبو الفضل، في الخامس ذكرى مولد الإمام السجاد عليه السلام على رواية، في الخامس عشر ذكرى مولد الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه. لذلك قلت إن شعبان يحتضن ذكرى مولد الإمام الحسين عليه السلام وذكرى حملة رايته. تتحقق أهداف كربلاء ويعم التوحيد العالم، يحكم العدل العالم بقيادة التاسع من أبناء الحسين عليه السلام الأئمة تحت شعار القيادة، تحت شعار يا لثارات الحسين. إذن شهر شعبان شهر الحسين عليه السلام، وشهر الحكومة العالمية الواحدة تحت شعار يا لثارات الحسين، شهر تحقق آمال جميع الأنبياء وامتلاء الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا. وهو شهر يزداد فيه أرزاق المؤمنين، وهو شهر العمل فيه يضاعف الحسنة بسبعين، والسيئة محطوطة، والذنب مغفور، والحسنة مقبولة، والجبار جل جلاله يباهي فيه بعباده، وينظر إلى صيامه وصوامه وقوامه وقيامه، فيباهي به حملة العرش.
هذا الشهر عظيم، شهر شعبان. ما هو المدخل إلى معرفة أفضل الأعمال وتطبيق هذه الأعمال الأفضل ضمن برنامج يتناسب مع وضع كل شخص منا؟ أولا، لا يصح أن نتعاطى مع شهر شعبان كغيره من الشهور. شهر رجب كذلك، وشهر شعبان أهم من شهر رجب. المدخل إلى حسن التعامل مع الأشهر الهجرية ومناسباتها أن نحارب سيطرة التاريخ الميلادي على أذهاننا. نذكر التاريخ الميلادي، مش معقدين منه نهائيا، لأنه بالنتيجة هو على أساس ميلادي نبي من أنبياء الله العظماء على نبينا وآله وعليه السلام، لكن تاريخنا الأساسي تاريخ الهجر، نقدمه على التاريخ الميلادي ونحرص على معرفة أول الشهر، ومن استطاع الاستهلال فليستهل، هذه عبادي. المدخل إلى أن نأخذ بنصيبنا من بركات هذا الشهر ونحدد أفضل الأعمال ونحرص كيف نطبقها ونلتزم بها، المدخل أن نعرف عظمة هذا الشهر. يتفرع على معرفة عظمة هذا الشهر أن نعرف أنه شهر الإمام الحسين عليه السلام كما تقدم، صح، شهر رسول الله صلى الله عليه وآله، بس الرسول هو قال كما مر معنا حسين مني وأنا من حسين، فإذا شهر شعبان شهر الإمام الحسين سلام الله عليه. وأن نعرف أيضا، يعني يتفرع على معرفة عظمة هذا الشهر أنه معرفة أنه شهر الإمام الحسين عليه السلام، ومعرفة أن تشعب الخيرات ببركة المبعث النبوي، الخيرات النبوية تجلت ببركة الإمام الحسين عليه السلام في شهر شعبان فتشعبت الخيرات. ليش سمي شعبان؟ عنا بالرواية لتشعب الخيرات فيه. ليش تشعبت الخيرات فيه؟ لأنه شهر الإمام الحسين عليه السلام ببركة المبعث النبوي تجلت البركات النبوية، بركات المبعث تجلت في شهر الإمام الحسين سلام الله عليه فتشعبت فيه الخيرات. الأمر الثاني الذي يجب أن نعرفه كمدخل إلى أفضل الأعمال في شهر شعبان أنه أهم من شهر رجب في الأعداد لشهر رمضان. عادة الصف اللي قبل التخرج بيكون أهم من الصف اللي قبله. الأمر الثالث الذي ينبغي أن نعرفه، ما هو قلب برامج شهر شعبان؟ الأعمال اللي تم التركيز عليها بشهر شعبان، شو هو محورها، شو روحها، شو قلبها؟ الجواب، قوام وأساس برامج شعبان المزيد من تقوى الله. أنه أيمتى واحد ناوي عن جد أنه يأخذ حصته ونصيبه ويلتزم برنامج لشهر شعبان؟ لما بيكون ناوي أنه يزيد التقوى، يعني بده ينتبه ويخرج من الغفلة. ثانيا، ناوي أن يؤدي حقوق الله وحقوق الناس. ما في حدا منا معصوم، ومعنى أنه مش معصوم يعني عليه حقوق لله وللناس، في عليه صلاة مش قاضيها، في عليه غيبة مغتابها بده يتسامح، في عليه أنه بيصرخ بواحد بطريقة ممكن يكون هالولد الصغير بيرجفه،
بده يطلع من حقوق الله وحقوق الناس. وإلا إذا هو بيطلع بحاله وحدنا ويشوف إنه مثل ما بنقال باللهجة العامية دحة ودحنوني إنه هو صلى عذيله يعني ما شاء الله. إذن شو بده ينتفع من شهر شعبان؟ يعني بصير هو بده يعطي شعبان بركات، بصير بده يحمل الله جميلي يمن على الله بأنه هو والله أرى المناجات الشعبانية يعمل له شغل. الله عز وجل يريد أن يخرجنا من التفرع إلى العبودية. فاللي جاي لشهر شعبان وفرعون شيخ أو فرعون حي فرخ حي فرعون حج مدري شو، الفراعنة مفترض يطلعوا من الفرعنة. يعني المرأة اللي بتعتبر حالها انه هذا الزوج ما بيفهم، والزوج اللي بيعتبر هالمرأة ما بتفهم، بس هو بيفهم او بس هي بتفهم، او الفراعنة بدهم يتواضعوا شوي. ما في حدا ايجابيات على الحل ولا في حدا سلبيات على الحل، كلنا بالنتيجة بنكون ماشيين بنوقع. بيكون واحد عم يتصرف بتصرف جيد سلوك منيح بيغلط، كلنا معرضين للأخطاء. فإذا أساس برامج شعبان المدخل إلى أن يختار الشخص لنفسه برنامجا من شعبان هو أن يخرج من صنم الأنا ويقرر أن يعبد الله عز وجل حقا، يتق الله سبحانه وتعالى صدقا، ويؤدي الحقوق. طيب شو الأمر اللي إذا حرصنا عليه بلين قلوبنا بهيئنا للاستفادة من شهر شعبان؟ هالعصاية مثلا إذا عوجة وبدنا يصلحوها يقوموها شو بيسووا؟ بدنا يطروه مش هيك؟ بدنا يلينوها. هالحديدة إذا عوجة وبدنا يصلحوها بدهم بالنار يخلوها بالنار إلى أن يمكن التحكم فيها وتليينها مش هيك؟ من لهذا القلب القاسي، ما لهذا القلب القاسي كي يلين ويصبح مؤهلا للاستفادة من برامج شهر شعبان؟ الجواب يتوقف الدخول الصحيح السليم إلى آفاق شهر شعبان وإلى تحصيل بركات شهر شعبان من خلال اعتماد برنامج معين، يتوقف هذا على التفاعل مع معاني المناجات الشعبانية. خلينا نحرص، رح يجي معنا هلأ بالبرنامج المقترح، خلينا نحرص أنه نقرأها يوميا مرة بتدبر. شايفين مثال العصاية العوجة اللي بتلين انه بيخلوها هيك فترة وبيخلوا عليها ثقل الى ان يمشي الحال؟ مناجات الشعبانية تلين القلب. هذا اللهيب الباطني، الحرقة التي ترافق الدعاء بالمناجات الشعبانية والتأمل بمعاني هذا الدعاء، هذا اللهيب الباطني يزيل أدران القلب فيلين القلب. رح أذكر مثال، بدنا نتفاعل مع معاني المناجات الشعبانية خصوصا ما يتعلق بالعبودية، لأنه نحن للأسف صايرين بشكل عام إلا من عصم الله فراعنة أو ميالين إلى التفرع، أما فراعنة ومكثرين، وهذا هو الغالب، مشايخ فراعنة، والله لا أستثني نفسي، مشايخ فراعنة، حجاج فراعنة، شباب فراعنة، في المجاهدين اللي بروحوا على جبهة يعيشوا العبودية، لأنه واحد بيشوف قدامه الموت بصير يفكر بموضوعية، بيعرف حاله قديش هو، فيلجأ إلى الله عز وجل.
لكن ما عدا هذا أصلا شو بدي بالكلام، شو منقول مع بعضنا، أنا العبد لله أو أنا لله عبد، أو التواضع بينه وبين نفسه واحد. خلينا نراقب أنفسنا بيننا وبين الله عز وجل، منشوف هذا الفرعون اللي هو أنا، هل أنا المتفرعنة هي التي تسمح للشخص منا أنه يحكم عبي وع أمه وع جده وع الخلفه وعيد شو؟ عيد مسائل دنيوية. خلينا مثلا كمثال، بدي أذكر هون مثال أو فقرتين من المناجات. إلهي وأنا عبدك وابن عبدك قائم بين يديك متوسل بكرمك إليك. إلهي أنا عبد، 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 أنا عبد، وإن كان عامل حالي بايك وخواجة وآغا وفرعون، أنا عبد أتنصر إليك، أتنصر بعتذر سامحني معاش عيدها، أتنصل إليك مما كنت، كنت بس والله وما زلت، مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي من نظرك. يعني أعصيك أمامك وأنا أعلم أنك تراني وعامل حالي عبد، أتنصل إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي من نظرك وأطلب العفو منك إذا العفو نعت لكرمك. أو الفقرة التالية، إلهي أنا عبدك الضعيف المذنب ومملوكك المعيب. بعض النسخ مكتوب المنيب، الظاهر المعيب صح، ومملوكك المعيب، فلا تجعلني ممن صرفت عنه وجهك وحجبه سهوه عن عفوك. صرفت عنه وجهك قليل، انه واحد الله عز وجل يعرض عنه، يعرض عنه. بعد في مجال انه يكون النبي صلى الله عليه وسلم بحبه حدا من اهل البيت، ما هني وجه الله. شو وجه الله؟ وجه الله مثلا منقول فلان وجه القوم، يعني إذا شخص له حاجة مع هالقوم بيتكلم معه لأنه هو وجه القوم، هو وجيه فيهم، وجيه، وجه القوم. وجه الله عنا رواية عن المعصومين، نحن وجه الله. فإذا انصرفت عنه وجهك يعني أوليائك لا يريدونه، وهذا الشهر شهرهم. فإذن المدخل إلى الاستفادة من هذا الشهر الحفر عميقا في الباطن ليعيش الشخص العبودية حقيقة. والعبد ما بيختلف مع حدا لأنه ما بده شيء، عبد عبد.